صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد شرقدون كقولها وخيل ذا حل دبان ذا حول وذن ذا قولها إيه صحافة بمر فوقه الرئيسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين با إذنك هو ملقيه إن يما مسكين نمضان سلام كدب مركز الشرق هي الصغنة مي وحا ينكب لابن هذا الكينة آياتها قرآنك آياتها قرآنك مركز الآخر يسلق النبي قال لك مرة يبقل ياشي ووين الله يسقوي مادرين نبي قال لقصة اللي آي بارتا نبي قال لقصة اللي اللهم صل على سيدنا محمد سيداو الشيغي قدوميو كحيدين كوكوبا ده هنا قسماء قدوميوه نوح عنا لك نقصود شيدين إياه ورب حنتي قد دارمها قدها أمن غير دفاع يقولها وخيلة ده ما بدينا إياه هذا الكه ما دام عهاي ستان ورب حنتي هذا نوح عوب بدن تهاي طلب حنه يسوع شيدمو ندور إنه يقولها وخيلة ده خد قمه وايو هدي ورب حنه ولا سوت شيديو أنا ده وحبا أنا خد الله نشقة وح معنا عمله وبيع ولا شيء. أريد أقول رسا. أروح وربحنا إنه وحوي أرماها أمنية. هدي أنا من هاي قد ذا أمنية. أنت أنا دعين. أرين تاني بك كت هاجن قبل خصول قارهان عاصمة قبل خيال أسعانات. وحنا دور فدي. ويرني وسير كريمة قدها. يدو يرمي ذا نقوه هلين يين. حل بالنا ده دقمة الله سبحانه وتعالى صوت ورثي بركود أنا جو شدة ذي ضواحد بالمشكلة دي هي دقمة ده يا رجل ده كتاعني أنا وزير ككورة سنو فرد غير كنا هذا من حدان هسي إيش فرد يا ده دمها شو وزير كنا قلنا سوق قيم كلين كوا وخصو عذر دارته وبرقد نو سوق رينو وشرين كوا وقدم يكو حجين ككوبات فريمان نو سوق رينو وشرين خوانو نوبسو چوبنیلو ایچرین سیدای درتید گودیهان حق ابنی او آنگو گلاها وکیلا داو های نمی چرتو گلاها وکیلا دا آیا آنه رو کسو او ریچنی این ایده او سیر کیا ریمه گودا یعنی دی کلاو بادان یا گو ویردان سی ریمه ایم نگو حقا ویدیان حقا نگلاو حقا هلان مادام آنگو گودی دامنیهان آنگو حقا هینن ارین تا هلکستان که گتگی قدا بخلا باد ايو ربحين تا قدوهانا ركوها لنا وحاوية حير كي عاصمتا ايو قدو دايادو قعان تاكو هايسي لابا ديك لفردية ودن بيسي قدو دايادا رماء قدو وحان ودني حير عان اينو قرد حالي قولوهي نقوه الرئيي اول الدون يين عاصمتا جمهورية الصومالي لان لوغو سمييو حير وقارا ولوغو ماملو حير كا سمنانا بادن باروكا قبرني كلنا بدنو تدوينا ركع قبرناي حلمانة ده لقى صوت أرتقى بالكمرد تشح أو دمار كلناي حلمانة ده دقمة ده هرقي سواء نلقى كلناي وسارة ده هي ده شعب وينها إلا أرتقى ده جامعة ده هرقي سيء جامعة ده جلس وانلقى كلناي مركز تبوا حنوس وبحيي حق عصب هي عدين عصب هي خبرات عصب وان لوجا مرمينين حركها إبنك أقول من دون يعين رشة جو قلها قلوبينها إن لبا أرنو ولا كسن لبا دبارة كاك السودان وهرمرة تكوبات دولة هوسية هرقيسية وسارة هرمة قدو حيوضان حدين تعاصمتها وبريها بسعتي وحقلا أو ينا عن وضنا ناش ناسكي إيو قبيل تركي وجود بيجي حركة أنا قول دون إني إن أنا رتبت قوانين ولكن عنه وأنا ضد تشنين إن شاء الله وكل فردية تصوص عندنا إستقرنا أول بحاولوا يسكعوا حد من أيها الأخير إنه حير خان ساسو قلوا ولو كوا جانا يا نجعنا ورحينا يا حبين تصدق هذا وربحين تيدو حويا قد ده ورفضة قد ده هو حانو يدني قد ده ورفضة ديوان قلت ورفضة وحنو يلان نيو دتسي إيه سوريس قطدير مركي آن وارقني شغدا أي حيان
كودي داسي وحن نوصو بحري إن قبية شرعي أي شرطو قبية راسو كودي دو وحي هاي سالة بشوكو أو ووين لكن بدكود عن شعب وينو وانو كبرا ركسنين شغالة كوبادو حوية مدكو ميلقارا أو دي واقلين تورد سياسيقا تاسوا هول كوبان هم بتاقا بس عطا هاو شعايو لكن تاكوين قدي دو ردو دانو هيا وحاوية حل بانو واقر صور قدي دا رماء قدي دا ديواغلون تو ردو واقر صور هاد دي حسب النحن دي سخلاف قدعو اما حسب ايا حكومة دا النحن دا خلاف قدعو اما حسب ايا دا النحن دا خلاف قدعو واعد دو قر قاضيس قوانك قصوب حانا وحن باللوغان بالغادة كرا محكمة دسرق سيدا الصويتة هاي قدي دو واه هاي دستورية هادانا كنت إذا أنت عليك حير قارة ملك واحد كذا بخو من كذا قرن يهين حير كلا راح حير لمبرة فريج طبعا سيدا ترتيد كنت إذا وش هذا وارد الليلن تاعي وحنا كنا الليلن تاعي قبيلة شرعي شرعي هنا ده حير هنا إن جاو حل صارن إن سيدا وقبه كذا بخو بقول يا فريج طبعا نتستوركو كنت إذا ورد الله صنع يا حير قارة واحد كش غيان بلو بهي مشكلة والبنا وحبال قبرتا een xeerka ama guddi ha keento ama xukuumadda weyna maqlaysaa iyadoo hayno soo gudbiso ama xildhibaanabaha soo jeediyaani waxa dhiman in la sameeyo xeerki guddida ururada kaas oo kubcinaya dimuqraadiyadda iyo kobaca ururada xisbiyada iyo ururada siyaasadda intaba waayo يا حسبي هذا كله هذا واحد مراد يدي يا طريق الكولة ليه لو بهي إما حسبي هذا حتى اللي صلى الصيام لا دم دوم عمره ما حق حبنا إياه إياه قد حدود ما حق رقبنا إياه إياه قد يوم متي ما حق رقبنا إياه كود دي إياه ما حق رقبنا إياه حير كسوة حير مهمة وربحين تلو ويدو كتيرة كان هالك سنك قتي قطب غافراب أو ربحين تيدو حوية كمشي كدور الشوي كغرق waxaan u maleynayaa cid aan maanta ogeyn hawsha commission ka qoran ku hayo iyo heerku taagan yahay ma jirto commission keenay doorashada oo maanta maraya sanadkii 2020aad lana aasaasay sanadkii 2010 soo la qabtay doorashooyin waaweyn wuxu kamid yahay guulaha ugu waaweyn ee qarankeena gaaray waxaa jirta warbixinno barnaamijyo soo baxay in commission-keenu noqday case-ka Afrikaba commission-ka qura eele Harun Dhismo oo madax bannaan u qara waa waxyaabaha ay tahay qaran ahaan inaynu yibino oo dunida dimuqraadiyadda soo galeysa aynu tusno de guulaha aynu soo marnay iyo dariiqyada iska taala dhacnay de dad badan baynu dhalnaa gudidaa waanu la kulanay maalmihii diiwaangelinta doorashooyinka lagu jiray qorshoodii bay noo soo bandhigeen qorshii ay noo soo bandhigeen alxamdulillaah rabbil caalamiin intaanu kala maqnay si wanaagsan buu fulayo diiwaangelintu waa taa inoo dhamaatay waxaana imika harsan qaybintii kaadarka taa hawl maalmeedka marka laga tago ee aan golaha xogta kooban ka siiyay waxa ayna dhiman hay'adda dan ee komishanka doorashooyinka qaranku yana xeer u gaar ah ma leh waa baylaha taala sida uu dhigay qodobka 414 ee distoorku komishanka doorashooyinku dawaahad madax bannaan u xeer gaar ah buu baahay xeerka leedahay xeer lambar 19 ee doorashooyinka ka hadla ay un buu 4 qodob ama 3 qodob komishanka doorashooyinku ka qoray maanta waxa ay muran aynagu ah waxa caqabad inagu ah waxa wadankeena dhan culays ku haya laba doorasho oo sahlan sidee baa loo kala horaysiiyay sidee baa loo qabtaa waxaan aaminsanahay hadii komishankeenu xeer u gaaray yeelan lahaa awooda komishanku bay noqon lahayd oo hawsha komishankeena ka dhamaan lahaa cidna kuma muranteen xisbina kama hadli kareen doorashadan la soo horaysiiyay xukuumadana kama hadli karteen sida hay'adaha kulan bay komishanku hawshooda u wadan lahaa barba doorashada la qabanayo iyagu baa soo gudbin lahaa marka xil dhibaan lahaan mar walba ma aha inaan focus ka saarno mushkiladda taagan laakiin waa inaan wax ka barnaa mushkiladda mustaqbalkana laga fikiraa guddi ahaan waxaan soo jeedinaynaa
وأنا وربحين تيجينا كصغرني إلا السمايو حير وقارة كوميشي كدور شوي كقرنكا سوى هذا سوى نقطة هذا ما يسترن وهؤلاء رسم ما ده بنان وقبصتا قطب قطب بيار وقار لين قدها وحوي قطب انت هذا كم بيسام بدن أو كأولاس بدن أو هاد أو حل كي مسؤولية تينا كسارني أي كون تاني مو ده نجار يشر قدام بقى وحوقتهين سيدا كو قرن قطب بدت استورك إيكو بعد يلا بعد يصدحات وتك تمريت الصومال لين مرك لقى هاد لايو وحوقه الرجع تلما مست يق حست حدوديس حدودي سنوات دولكا هي عركة هي بطة هي حيبها هي واحد قد تشره مضى الأيام هو ذا نوال قصو دولة دولة ما تبانا قصو ده وقرن كنا نقول دارنا دفاع وطا كنا حل باي نقا سارن قراهان مهمة وطا كاسي قدهان مهمة قد يعني عريتها وطا ينول لا يضحي waxaan ku soo faahfaahinay warbixinta waxaan golaha maanta u soo jeedinay inaa saddex qodob koow waa in golaweynuhu ka soo saaray hawadeena qaraar taqriirul masiira oo ay duweynaha ugu sheegayna hawadeena inagu inaynu leenahay cid lana leeyna ari jirin mudan yaa la taama isku raacsanay hawadeena soo lagu malihin waa in duweynaha u sheegna hawadeena inaga inaynu leenahay wadanka oo inaynu leeyahay jirin qodobka labaad waay golaha uu saaraa guddi xaqiiq raadiseed oo golaha uga soo waranta xaaladda muranka lagu hayo hawadeena ay halkay marayso iyo qaran ahaan halkay raaw shaaki gali karo maadaama ay tahay hawlno aanu wax saaranahay qodobka saddexaad aanu arinta ka soo jeedinayna waxa weeye in hay'adaha uu xil saaran qaranka arrimaha hawada ee hay'adda dawladda iyo wasaaradda arrimaha dibadda halkan looga yeero waayo iyada hawadeenni maalinba maalinta ka dambeysa wadanka la sheeganayo lagu soo duulay kama war laan karo inaha saanu warbixintaydu ay tahay soo jeedimaha iyagina waa idin soo gudbinay sida wanaagsan aan loo soo dhaweysayna waa ku mahadsan tihiin wabillaahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.